ولمزيد من التعليق حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفداوي. مرحبا بك معنا دكتور ناصر. دكتور ناصر، وزعتم في منظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق سلات غذائية في مخيم بحرقة في أربيل، لو تحدثنا أكثر عن هذه الحملة. حياكم الله سيدي الكريم. مع قدوم شهر رمضان المبارك تم وضع خطة متكاملة لمشروع كبير بالتعاون مع منظمة أم القرى مع هيئة علماء المسلمين بتقديم سلسلة حملات إغاثية متواصلة خلال شهر رمضان المبارك. الحملات الإغاثية متواصلة خلال هذا الشهر الفضيل، وقد كان التنسيق متواصل يعني لهذه الحملات بين كادر منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وكادر هيئة علماء المسلمين بقسم الإغاثي. وقد كانت يعني جهود الفريقين يعني قد تقدمت شهر رمضان في ديالة والسليمانية، ثم بعد ذلك قدمت هذه الجهود في مخيمات الأنبار الحبانية العامرية عمرية الفلوجة، وكذلك في كركوك والموصل والخازر. اليوم نحن قدمنا حملتنا الإغاثية في أربيل، شرق أربيل، في مخيم بحركة. وزعت منظمة أم القرى مع هيئة علماء المسلمين 1000 سلة غذائية وافية المواد على جميع العائلات ساكنة في مخيم بحركة شرق أربيل. تعداد العوائل 1000 عائلة. نعم. يعني يصل تعداد العوائل حوالي 8000 أو 7000 نسمة في هذا نعم. المخيم. كيف هي اوضاع النازحين في هذا المخيم وفي المخيمات الاخرى القريبه منها؟ حقيقه اوضاع النازحين يعني ما زالت هنالك قصور كبير من الجهات المسؤوله التي ينبغي ان تمد يد العون وينبغي ان تهتم باوضاع النازحين وتقدم لهم جميع احتياجاتهم. حقيقة هي لم تراعي الظروف المأساوية التي يعيشونها، لم تقدم لهم المستلزمات الطبية، يعني تقصر كثيرا في احتياجاتهم. نحن بدورنا كمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية متواصلين بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين، كادرنا ينسق مع هيئة علماء المسلمين، ولذلك يتواصل مع إدارة المخيمات ويدرس حالة العائلات النازحة، ثم يقدم لهم أهم الاحتياجات وبشكل وافر لكي يشمل جميع العائلات النازحة. العائلات تعاني فقر شديد في المواد الغذائية. هنالك منظمات تأتي بشكل موسمي، لكن يعني كادر منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين تتواصل جهودهما على طيلة فترات السنة، ومع أول مأساة العراق، مع أول نزوحهم، ومع أول نكباتهم التي حدثت على رؤوسهم. نعم. كيف تلقى دكتور الأهالي هذه الحملة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك؟ حقيقة سيدي الكريم، العائلات النازحة في المخيمات كما أخبرونا قالوا بأننا يعني صرنا نعرفكم وصرنا نعرف أشخاصكم، صرنا نعرف العنوان الذي يأتي إلينا، صرنا نعرف هيئة علماء المسلمين، صرنا نعرف منظمة أم القرى وكادر الفريقين، أنتم لم تنقطعونا. كانت فرحتهم غامرة بالسلة الغذائية الوافية التي تراعي وقت شهر رمضان وتراعي احتياجات العائلة الكريمة النازحة في المخيم في شهر رمضان المبارك، تراعي احتياجات الأطفال من الحليب، من مشتقات الحليب، وكذلك تراعي احتياجات العائلة الكريمة من جميع الاحتياجات المواد الغذائية الضرورية للإنسان الشخص في المخيم. لذلك هم يفرحون كثيرا بمبادرة هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى، يقولون لنا يعني نحن نعرفكم وصرنا نعرفكم وأنتم لن تنقطعوا عنا في يوم من الأيام، على عكس المنظمات الأخرى التي تأتي بشكل موسمي وربما تأتي بأوقات متفاوتة ومتباعدة. نعم. كثيرا. نعم. المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي كان معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.